صورناها من 4 أيام في السنغال وكانت حاجة جميلة. يعني أقول لكم على فرق بسيط ما بين الساحل الشمالي والسنغال. أنا مشيت مثلا نص ساعة من المطار للمدينة، كله من المطار للمدينة كلها شواطئ عامة، مفيش مارينا. الشاطئ من حق الجميع، اللي عايز يعوم في البحر يعمل حمام سباحه قدام بيته مش مشكله. يعني انا كنت اتمنى ان الساحل الشمالي ده يرجع 2-3 كيلو لورا عشان الناس كلها تستمتع. والاعجب من كده ان كل الشاطئ مزروع حاجات للخنفسه بتاعت الجيم بقى، وكله بلاش. يعني هتتمنظروا زي ما انتوا عايزين.